15 سنة من السحر والعطاء الكروي، حقق من خلالها 4 دوريات أبطال أوروبا، 10 بطولات إسبانية و7 كؤوس محلية، بالمجمل حقق 35 لقبا، كل هذه الأرقام تختزل في لاعب واحد اسمه ليونيل ميسي، الذي لعب 778 مباراة بقميص برشلونة وسجل من خلالها 672 هدفا. جماهير نادي برشلونة لن تتغنى بعد اليوم بميسي، وملعب نيوكامب سيبدو حزينا بغياب لمسات هذا الساحر رقم 10. مدينة برشلونة ستبدو حزينة بغياب هذا الأسطورة الكروية التي لن تعود مرة أخرى إلى هذه المدينة. ما هي أسباب خروج ومغادرة ليونيل ميسي نادي برشلونة؟ وكيف سيكون مصير برشلونة بعد هذه الحادثة؟ وأين سيلعب ميسي بعد اليوم؟ كل هذا سنتعرف عليه بعد الفاصل. وأنتم أحبتي لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم جديدنا، لا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة المقهى الرياضي. بادئ ذي بدء، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نلتقي معكم اليوم مجددا لنتكلم عن الحدث الذي يدوي في سماء الكرة العالمية، وهو مغادرة ليونيل ميسي لنادي برشلونة. ما هي أسباب مغادرة ميسي؟ رخصنا هذه الأسباب كلها في 4 محاور سنتعرف عليها تباعا. كما تعلمون، بارتوميو بعدما رأس فريق برشلونة بمدة ليست بالقصيرة قام بعدة أخطاء إدارية واقتصادية قتلت الفريق، خاصة من الناحية المالية، لاعبين بأسعار مرتفعة وبرواتب خيالية. يعني من يشاهد رواتب لاعبي نادي برشلونة سيبقى مذهولا من قيمة هذه الرواتب، باستثناء ليونيل ميسي وكذلك غريزمان اللذان قبلا تخفيض رواتبهما. بقية اللاعبين من بيكي، من سيرجيو روبرتو، من بوسكاتس، جميع اللاعبين رفضوا رفضا قاطعا أن يخفضوا رواتبهم، وبالتالي نادي برشلونة بقى يعيش في أزمة اقتصادية خانقة وخانقة جدا. تفاقمت هذه المشكلة مع أزمة كورونا التي أصبح من خلالها جميع الشركات العالمية والاقتصادية تعاني. الأندية الآن أصبحت لا تتحصل على الموارد المالية التي تأتي من الملعب، سواء من المباريات وكذلك من الخدمات الثقافية والرياضية التي يقدمها النادي للجماهير الوافدة إليه. إذن أحبتي، برشلونة الآن أصبح في وضع خانق جدا، أصبح في وضع اقتصادي يعني لا يسر العدو، وبالتالي أصبح عاجزا عن توفير راتب ميسي الفخم والضخم جدا، وكانت السبيل للخروج هو الحل الوحيد. عندما نتكلم عن رواتب لاعبين أمثال بوسكاتس، أمثال بيكي وكذلك سيرجيو روبرتو وألبا الذين رفضوا تخفيض رواتبهم، أصبحوا لا يقدموا شيئا للنادي من الناحية الرياضية، وبالمقابل يأخذون رواتب ضخمة يعني أثقلت كاهل النادي الإسباني الذي يعاني اقتصاديا. كل هذه العوامل جعلت نادي برشلونة عاجزا عن مواكبة متطلبات ليونيل ميسي المالية. بعيدا عن الناحية الاقتصادية، برشلونة يعيش أزمات كبيرة جدا من الناحية الفنية، بداية بالتخبطات في اختيار المدربين، آخرها اختيار كومان الذي لا يليق تماما بنادي بحجم برشلونة. ميسي كان من الواضح أنه لن يواصل مع كومان، فرق كبير جدا في الطموح. كومان مدرب متوسط جدا ولا يليق بنادي بحجم برشلونة. اسم برشلونة تراجع كثيرا أوروبيا، كما تعلمون أحبتي نتائجه كانت سيئة جدا في دوري أبطال أوروبا آخر 6 سنوات، فبعد فوزه بدوري أبطال أوروبا سنة 2015 خرج 4 مرات من دور ربع نهائي، وصل مرة واحدة إلى دور نصف نهائي وخرج بطريقة مهينة، وخرج مرة واحدة الموسم الماضي من دور ثمن النهائي. هذه أرقام لا تليق بنادي برشلونة ولا تليق كذلك بلاعب من حجم ليونيل ميسي، وبالتالي كل هذه الظروف هيأت الأرضية لمغادرة ميسي لهذا النادي. أحبتي، سوق برشلونة تضرر كثيرا بسبب الأزمة المالية، وأصبح طموحه ليس طموح الكبار في السوق أو في سوق اللاعبين،
فكما تعلمون برشلونة هذا الصيف تعاقد مع اللاعب الهولندي ديباي الذي أراه قال أقل بكثير من طموحات نادي برشلونة. ديباي مجرد لاعب متوسط مستواه يعني يمكنه من اللعب في الأندية المتوسطة بينما لا مكان له في الأندية الكبيرة. كذلك التعاقد مع أغويرو الذي اعتزل تقريبا كرة القدم في المستوى العالي وجد ضالته الآن في برشلونة، جاءت له هدية من السماء، فبعدما كان متجها إلى قطر أو إلى أمريكا فتحت له برشلونة أبوابها ليحتزل فيها ويكمل مشواره الكروي. السبب الثالث وهو سبب مهم ومهم جدا وهو السوبر ليج، وقد يكون السبب الأول الذي جعل ميسي يغادر. قبل بداية كوبا أمريكا ميسي اتفق مع برشلونة بعد على تجديد العقد براتب كبير جدا، يعني خفضه إلى 25 مليون يورو خالي من الضرائب، يعطى على 4 سنوات ومدة العقد 2. بعد العودة من كوبا أمريكا نادي برشلونة عرض على ميسي التقسيط في 6 سنوات، ميسي رفض ذلك. الاتحاد الإسباني فتح أبوابه لنادي برشلونة بعرض من قرض من بنك سي بي سي، لكن برشلونة رفض ذلك مطلقا، وكذلك نادي ريال مدريد، رغم أن البنك كان سيقدم لنادي برشلونة أكثر من 200 مليون يورو كانت كفيلة بحل مشكلة عقد ليونيل ميسي. كما تعلمون لابورتا وبيريز الآن يقودان مشروع السوبر ليج بكل يعني قواهما، والاتحاد الإسباني بتقديمه عرض القرض لبنك سي بي سي كان مقابل التخلي عن فكرة السوبر الأوروبي، وبالتالي رفضوا العرض بسبب تشبثهم ببطولة السوبر الأوروبي. لذلك نستطيع أن نقول أن نادي برشلونة ضحى بميسي من أجل الحفاظ على مشروع السوبر ليج. كما تعلمون أحبتي جميع جماهير كرة القدم يتغنون بأن ميسي لم يفز بأي لقب مع المنتخب الأرجنتيني، وكذلك لم يفز بأي لقب خارج أسوار نادي برشلونة. فبعد تحقيق ميسي للقب الكوبا أمريكا هذا الصيف أصبح الآن أمامه تحقيق لقب أو يريد تحقيق لقب خارج نادي برشلونة، ولمنا دوري أبطال أوروبا، وبالتالي هذا كذلك سمح لميسي أو سهل من مأمورية مغادرة ميسي نادي برشلونة، وبالتالي نقول أن الضغط الإعلامي كان له كذلك دور في مغادرة ميسي لنادي برشلونة. البعض يقول أن خروج ميسي من نادي برشلونة قد يفتح الأبواب لنادي برشلونة للتعاقد مع لاعبين آخرين، قد يجعل إدارة برشلونة تتنفس الصعداء بعد العجز المالي الذي سببه تواجد ميسي. لكن نقول لكم أحبتي أن ميسي نعم كان يأخذ أموال، لكن كان يقدم لنادي برشلونة أموال مضاعفة ومضاعفة ومضاعفة مقابل ما يأخذه. فقط تذكروا أحبتي أن معظم الشركات التي جاءت لتمويل نادي برشلونة جاءت بفضل ميسي. معظم الجماهير الذين يأتون من مختلف أنحاء العالم لنيو كامب ليشاهدوا مباريات برشلونة يأتون لمشاهدة ليونيل ميسي. اليوم صباحا خرجت أخبار على أن شركة نايكي للألبسة وشركة راكوتين الراعي الرسمي لبرشلونة اتصلوا وكثفوا اتصالاتهم بإدارة لابورتا وقالوا لهم يجب أن نجلس في أقرب وقت حتى نعيد مناقشة بنود العقد. لماذا؟ لأن الأموال الضخمة التي كنا نضخها في رصيد نادي برشلونة كانت بسبب تواجد ميسي. هل ستكون الصدمة الاقتصادية لنادي برشلونة؟ البعض يقول أن نادي برشلونة سيتنفس، ولكن أنا سأقول أن برشلونة سيغرق ويغرق ويغرق بعد مغادرة ليونيل ميسي. نقطة أخرى أحبتي لا ننساها، برشلونة باع نيمار بمبلغ كبير جدا فاق 220 مليون يورو، رغم ذلك لم يستفد من هذا المبلغ بل رماه في البحر وكان هباء منثورا في لاعبين أمثال غريزمان، ديمبيلي، كوتينيو، لاعبين لم يعطوا الإضافة الفنية والرياضية للنادي، وبالمقابل سلبوا النادي أموال كبيرة وكبيرة جدا. فمشكل برشلونة الاقتصادي ليس بسبب رواتب ميسي بل بسبب رواتب ديمبيلي، غريزمان، كوتينيو، ألبا، بيكي، سيرجيو روبرتو وغيره. السؤال المطروح الآن، ما هو مصير ميسي بعد خروجه مع برشلونة، ومن هو الذي سيلعب له بعد خروجه من برشلونة؟ هناك ناديين أو 3 أندية على الأكثر فقط من تستطيع تلبية طلبات ميسي المالية.
هناك مانشستر يونايتد، هناك باريس سان جيرمان، وهناك مانشستر سيتي. مانشستر سيتي بعد تعاقده مع غريليش وكذلك اهتمامه الان بصفقه كين التي كذلك ستفوق ال100 مليون يورو، بالتالي مستحيل ان يتجه لليونيل ميسي. نادي باريس سان جيرمان سيذهب بكل ما يحمل من قوة، بل هو حاليا يعني يكثف مجهوداته للتعاقد مع اللاعب الخليفي وكذلك ليوناردو كلود. الرجال العظماء في نادي باريس سان جيرمان يشرفون شخصيا على صفقة ليونيل ميسي ويريدون أن يغلقوا الصفقة قبل دخول أندية تشيلسي وأندية مانشستر يونايتد. تشيلسي بعد تعاقده تقريبا مع لوكاكو وكوندي استبعد أن يدخل على صفقة ميسي، وكذلك مانشستر يونايتد بعد شرائه لسانشو يبقى من المستبعد أن يدخل في صفقة ميسي، ويبقى كل شيء ممكن، والأندية الإنجليزية عودتنا على كل شيء، ولكن يبقى نادي باريس سان جيرمان هو الأقرب لضم ليونيل ميسي إلى كتيبة العاصمة الفرنسية. أحبتي نتوقف عند هذا الحد، نكتفي بهذا القدر، أعتذر عن الإطالة، أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. كانت هذه هي تغطيتنا لحدث الأسبوع، نلتقي بكم في قادم المواعيد. أحبتي لا تنسوا أن تشتركوا معنا في القناة، وسيأتيكم جديدنا في قادم الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.